مصطفى سيد ايوب. مصطفى ادخل. قدم شويه يا شاطر. اسمك وسنك ومهنتك. مصطفى السيد ايوب، 27 سنة واربعة اشهر وثلاث ايام. من الاعيان. قول والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. انت تعرف المتهم من امتى؟ مين يا بيه؟ المتهم حنفي عبد السميع، تعرفه من امتى؟ من مدة. اعرفه من مدة سعادة البيه. شفته امتى اخر مرة؟ ها؟ انا؟ رد على سؤالي يا مصطفى، شفت حنفي يوم الخميس اللي قبل اللي فات الساعة كام؟ وما تنساش انك حلفت اليمين. يا سعادة البيه ما دام حلفت اليمين ما اقدرش اكذب. وانا عاوزك تقول الحقيقة. الحقيقة سعادة البيه، الراجل ده انا معرفوش الا من يومين. اصطادنا انا وصاحبي ده عشان نشهد في صف زور. كداب! ده واد كداب يا بيه، ما تصدقوش. وادى كل واحد فينا 5 جنيه. نصها اهو، والنص التاني قال هيديه لنا بعد الجلسة. ووافقتوا على كده ليه؟ الحوجة يا بيه. اصل احنا كنا واقعين على الاخر. لا لاقيين لقمة ناكلها، ولا مطرح يتوينا، ولا شغلانة شريفة ناكل منها عيش. والنص اهو. استنى انت عندك. امسكوا عسكري ودخلوا القفص. بتفتري عليا دي؟ انت صايع؟ دفعوا لك كام عشان تشهد ضدي؟ يا دي مش شرف. لا يا سعادة البيه، انا شريف، ولو حضرتك مش مصدقني خليهم يفتشوا سحالف. نص الخمسة جنيه التاني هيلاقوه في جيبه. فتشوا عسكري. اوه بعد عندهم كداب. رجعوا اليمين. كداب يا بيه، كداب. الله، اهو النص التاني يا بيه اهو كده. برضه يا مصطفى يخونك العيش والملح يا نجل. اسكت انت خالص. احنا متشكرين يا ابني، وتقدر انت تتفضل، واوعى تسمع كلام الناس اللي زي حنفي ده تاني مرة. طيب يا مصطفى، طيب ان معريتك ما بقاش حنفي ما لحستك البلاط، ما بقاش حنفي ما خليتك تندم على اليوم اللي اتولدت فيها يا مصطفى. الله، دول حلفوني يا سي حنفي. ايه ده انا حلفت يمين الله اشهد زور يا بيه. طيب صبرك عليا يا مصطفى، مريتك يا جبان، صبرك عليا يا مصطفى. شوف شوف يا بيه، شوف
اكلنا النار ونمنا على الازاز وده كله عشان ناكلها بشرف. ربنا يفتحها في وش الكريم ويقفلها في وش اللئيم. قولوا امين. امين. تسقيفه للنبي. وانتوا اللي بتصرفوا بريمو فين البشيش؟ شيل رجلك الشاغل ده بتاعي. انا اللي شفته الاول. البيع هتفول انا. لكن انا اللي لقيت. ما تزعلش نفسك لا انت ولا هو. كده برضه يا سعنفي. انت لسه شفت حاجه. لو انا سعيد. بناقص. ربنا يعوض بغيره. علي هوب. ودلوقتي لعبة الشجاعة، لعبة الفتوانة. الحبال دي مصنوعة في بلاد الهند. لو اتربط بيها الفيل ما يعرفش يفلفص. لكن انا بعون الله هعرف اطلع منه زي الشعر بالعجينة. مفيش اربع رجالة جدعان رضعين لما الحلال يكتفوني. واربع عليه، ما احنا كفاية مربوطة يا سعيد. يا حبيبي لعبة الفتوانة، لعبة الشجاعة. انا اتدبستي في المحكمة. لعبة الفتوانة، لعبة الشجاعة. انا كلهم الخمسة كيف جيبوا اليمين مربوطة سعيد. هاتلي بقى ده. لعبة الفتوانة. لو انت شاطر بقى يا حبيبي. ايوه فك نفسك يا معين. انت يا انت مفيش جدع واحد راضع لبن حلال يفكني. حد يفكش الناس. السلام عليكم. سلام. هي الساعة كام دلوقتي؟ نص وخمسة. تشكر. سلام. سلام. أنا شمت. أيوة يا أستاذ. تعال هات لي بوري من القهوة أنا. أنا يا أستاذ. السلام عليكم. سلام. الله. هو أنت؟ أنا مصطفى. عايز ايه؟ اللي سألك من شوية الساعة كام؟ وحضرتك كتر ألف خيرك قلت له نص وخمسة. نعم عاوز ايه؟ هي كام ونص وخمسة؟ أربعة. تشكر. السلام عليكم. سلام. قول يا أستاذ. فين النار يا؟ النار يا أستاذ. أنت خدمة أستاذ. السلام عليكم. سلام. الله. أنت عايز إيه بالظبط يا أنت؟ أنا مصطفى. نعم. أيوه يا سيدي مصطفى. مصطفى اللي سألني الساعة كام قلت لك ونص وخمسة. رجعت تاني تقول لي هي كام ونص وخمسة قلت لك أربعة ونص وخمسة. نعم. عاوز تسأل عن إيه تاني؟ هو العصر إبدا ولا لسه؟ أقول لك إيه يا أنت يا بلد. دي فيها غنى بقى. انت بتتحنجل كده ليه؟ ولا بصراحه بعتك علشان تعين المكان وبعدين تيجي تقلبه بس انت. صراحه صراحه بصراحه الصراحه بيه. انا غريب مش من البلد دي. وتعبان. انسي الشغلانه كل من المشاريف يا بيه. انت يا تعبان يا بيه. خلاص يا تعبان وجعان. انت سابق انا؟ لا ابدا يا بيه، انا على باب الله.
عواطلة. ابص ايدك يا بيت، ابص ايدك اعمل معروف. ده انا اغلب من الغلب، اغلب من الغلب. انا مستعد احط زفت فوق دماغي بس اكلها بشرف. والنعمة الشريفة دي، وحياتك هذه النعمة، وحياتك هذه النعمة. بقالي ثلاث ايام ما دخل بطني الزاد. ابوس رجلك يا بيت. بقول لك ايه، تعرف تسوق ولا زي الشرف اللي جوه؟ اسوق بس، ده اسوق ويدق وطاهر واشوف البخت واضرب الودع. ده انا عجبك قوي. وده شن؟ وده شن؟ خد البهيم ده معاك يا اب جوه. حكم انا خلاص نويت اقلبها اسطب. ربنا يخليك يا بيه. يا واد امشي يا واد انت. ربنا يخليك. يا واد امشي. ربنا يخليك. بلاوي ايه اللي بتتحدث علينا دي؟ ايه جرك هنا يا واد انت؟ انت ايه؟ اطلع بره بره. معلش يا اسطى. يضحك عليا يا اسطى. بره يا واد انت بره. انا مش فاهمتني يا اسطى، مش هقول لحد. عايز اشوف وشك هنا تاني ابدا. انا غلطان. اياك تخبط هنا تاني. على فين يا جمالات؟ عايز استنى بعد الفضيحه اللي حصلت دي. فضيحه ايه؟ ما انا خلاص طردت اهو. وانا مش عرفني ده العادي اللي طلع من هنا دلوقتي رايح لفين ولمين؟ مش جايز حد مسلط عليا يراقبني؟ لا حد ولا سيادتك يا بنات، ده واد مقطوع لا اهلي ولا اصحاب. بقول لك ايه؟ سيبني بقى دلوقتي احسن، انا راكب مسافه من بعد الفصل اللي حصل. كلمة واحدة بس يا جمالات. كلمة واحدة بس يا جمالات. حسن ايه؟ سيبني دلوقتي وبعدين هكلمك، هكلمك بعدين. جمالات، جمالات. الله ينكد عليك وعلى سنينك يا بعيد. قوم قوم يالا قوم. مساء الخير يا شويش. بتعمل ايه هنا يا واد انت؟ انا مستني القطر، قلت عسل شويه على ما يوصل الديزل. مفيش اطارات في المعدة. عدم مؤاخذه، تفتكر اركب ايه من هنا يوصلني البلد يا شويش؟ قدامك موقف في العربيات اهو، يوديك مطرح ما انت عايز. ان شاء الله تكون عايز تروح في داهيه. تشكر، ألف شكر. موقف العربيات مش كده؟ أيوه. تتمسى بالخير. اسكندرية، اسكندرية واحد، اسكندرية، اسكندرية، اسكندرية واحد، اسكندرية، اسكندرية، اسكندرية واحد، اسكندرية. عندكم شغلانه هنا؟ هنا فين؟ في الموقف. منادي، شيال، سواق، ايوه حاجه. ده انت باين عليك غريب مش من هنا. انا يعني
يا ابني يا حبيبي، الموقف ده محدش يحط رجله فيه الا باسم معلم من المعلمين، يا معلم من معلمين السواقه، يا معلم من معلمين الشيال، المهم يكون لك ظهر فيه. واللي ملوش ظهر يتضرب على بطنه يا حبيبي. ايه اوعى ايه اوعى انت فاكرني سكران يا عم؟ عايش بتكتب في الكاميرا يا عم ابراهيم. اوعى انت اوعى اوعى انت اوعى. اصحى 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 سواقين سكه اصحى. مين ليلتك انسى يا عم ابراهيم؟ ليلتك زفت يا اخويا. اللي نام على الدركسيون عربيته زي اللي نام على الصدر حبيبته وسيبها تعيد النجوم طول الليل. تمام يا عم ابراهيم. ولما هو التمام مغفل عنا ليه؟ اصحى اصحى يا سواقين سكه افتح البرشامه بهايم. اصحى اصحى ابراهيم الازاز وصل. اصحى انت. الراجل ده باين عليه مفتري. ابراهيم الازاز ده انت صحيح يا ابني مش من الدولاب. ليه يطلع مين يعني؟ دلوقتي ما يطلعش، دلوقتي في النازل، انما زمان ربنا يعفي عنه ويتوب عليه. تركش ركز انت يا ده بتاع خط اسكندريه لسه بتاخده في اربع غرز. انت يا بتاع فقوس بطل بقى تاخد الزبائن الزياده وتحطهم جنب قفص الفراخ في شنطه العربيه. انت ركز كلكم ركز. سواء زمان زمان ايام الازاز لما كان ابراهيم الازاز يمسك الدركيون في ايده زي العايه في ايد رجالها. تعلموا 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 وافهموا مني. كل شيء بقى وان الموديل لازم يتغير اول باول. ما كنتش تركبه هو اللي هركبه بعد لفه واحده طول العربيك بره. شكينا ساعه الحظ ما تتعوضش ابدا. شكينا ساعه الحظ ما تتعوضش ابدا. ونعدى الحظ قدامك اتحزم له ورقص له ورقص يا بدر. الراجل ده قمت قوي. الله انت ناوي تجاور يا ابني ولا ايه؟ ليه ما انا قاعد بالمشروب وادي تمن اهو. ايه اهو موقعنا بقى يا اخويا هنا من السبيل مش ناقصين عواطليه. قوم الكوبايه بكام؟ مشيلن مشيلن حمص الشام بشلن. وما لو كان حاطين فيه لحمه كان يبقى بكام؟ يا ربي اعمل ايه؟ قوم يا حبيبي اعمل ايه؟ قوم من هنا يا اخويا قوم من هنا يا اخويا. فز حاضر. الظاهر مفيش فايده. سامحيني يما انا غلطان. واذا كان بإيدي أنا تحت أمرك بس اعمل معروف سامحني. أنا اتلطمت وتعبت ومش لاقي حيطة تسند عليها غيرك. أبوس إيدك يا سحانة في السماء. يعني فوق ومخك رد لدماغك وحبقى من إيدك دي لإيدك دي. أنا مش قلت لك مش قلت لك مصيره يركز ويعرف مصلحته فين؟ أنا تحت أمرك يا سحانة. لا تحت أمري ولا حاجة. كل ما في الأمر إنك صعبت عليا حبيت أساعدك. إنت اللي راسك ناشف. طريت الدنيا بتلاقي الحجر يا سحنفي. انا مستعد اشتغل اي حاجه اي شغلانه بس يا ريت تكون شريفه. يا مصطفى يا ابني انا كل شغلي اساسه منتهى الذمه والامانه والشرف. Thank you.
عطيات. شغل مع العيال فلاهية حرق في مصيبة. الله ينعل بولادتك الغابرة يا شيخ. الجرايه يا سحنفي، انا لسه سنة اولى يعني عظمة طريح. الحتة كلها عارفة ان انا راجل محترم بيزنس مان. ازاي الحال بقى لو البوليس فتش البيوت ولقيت مستخبى عندي؟ يا سحنفي ما تخافش قوي كده. الواد سعيد راح فين؟ زور. انت متاكد ان محدش شافك وانت داخل عندي؟ اطمن يا سحنفي. اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ سمعيه الادبيه، مركزي المجتمعي. اسمع، مفيش غير حل واحد. انا هقفل الشقه واعمل اني مسافر. حاضر يا سحنفي. ده الحل الوحيد عشان الناس ما تشكش فيا. حاضر يا سحنفي. هفطس يومين وهب في التالت. حاضر يا سحنفي. لحد المسائل ما تهدى. حاضر سحنفي. فاهم يا اخويا؟ حاضر سحنفي. ده اللي لازم يحصل وده اللي لازم يكون. حاضر سحنفي. فزوم اما في الشنطه سحنفي. فز يا اخويا الله عامل معروف. يلا سحنفي. وبالمره بقى يعني ايوه هدور على الواد سعيد لحسن بعدين تبقى المصيبه حصلت ايوه والحكومه عاكمته. البطرون يا سحنفي. ما تبصش من الشباك، ما تعملش اي زيطه في الشقه، مش عايز اي حد من جيراني يحس بيه. طب والبضاعه يا سحنفي؟ هو ده وقته اتنيل، خليها لحد ما رجعنا. يعني هفضل محبوس هنا ثلاث ايام؟ يا شيخ انت ليه مش احسن متحبس 3 سنين؟ طب هاكل منين واشرب منين؟ عندك التلاجه متستفه على الاخر. والسجاير يا سحنفي؟ يا معين سجاير يا سحنفي. البلا في وشك الفقري. الله يعاكنن على مزاجك يا سحنفي. Thank you.
وعدها لك هولية يا عكروت. انت يا عتيق انت ليل ونهار تدق على دماغنا بالهون يا عديمة الاهلية. بتدق الكفتة وبتدق بدم اللحمة يا عدمة الصفر، يعني بتملي الفول النابت وبتحلي بالفاكهة الورد. راسي راسي يا جعانة يا سعرانة يا مملاية يا سبع رائع. عرسانك من اللغاليغ ولا بتنزلوك من عبرتها صباحنا وصباح الملك لله. يخرب بيتك يا سحنفي. مرحب دار الهلم. يا خرابي هو انت لا لا
احنا اكيد هناكل مشالتت كمان. شوية شاي عنب. سلام. مفيش فايدة. اشرب من غير سكر. الله يقل لي مزاجك يا سحنفي. الله ينكد عليك يا سحنفي. تنزلي دلوقتي يا ودان مصطفى. ايوه يا ماما. بتعمل ايه عند الشباك يا مصطفى؟ انا لا قبل قبل برضه بتعاكس زينب يا مصطفى؟ لا لا بعكس ولا حاجه، انا بس بديها فكره. اصل انا ما هو الواحد بقى بيتسلى يا مصطفى. حد يتسلى بنات الناس يا ابني؟ ما هي هي حتى لو كانت هي اللي بتشجعك ليه تطوعها يا مصطفى؟ ابوها ذنبه ايه يا ابني؟ الراجل اللي مش موجود وفاهم ان بيته منصان وعرضه محفوظ ذنبه ايه عشان تغدر بيه من ورا ظهره من غير ما يضرك او يأذيك؟ عمل لك ايه بس عشان تطعنه بشرفه؟ لا يا ابني لا، اوعدني يا مصطفى انك تحافظ على شرفك وشرف اي انسان. اوعدني يا ابني اوعدني. الله يرحمك يا ماما. محدش يسندني، محدش يقربني، انا عارف هو فين وبقف في عند بالظبط. ده كيفك يا ابو خليل؟ انا مش سكران، انا مش سكران، انا عزاز، انا رست ابراهيم العزاز. اصحوا
اصحى هنا، اصحى المعنى. جراية يا عم ابراهيم، هو كل يوم على هم ده؟ يا ابو خليل ده احنا بنصحى شغلنا بدري. شغلكم؟ طب كمل شغلكم يا اخويا. شغلهم هتكونيلا هنا. يا رب يا اخويا اتوب عليك من ده واحد، كل يوم سكران كده؟ سكران؟ طب انا سكران وهفوق بكره الصبح، لكن انت بكره الصبح هتعملي ايه في خلقتك دي؟ يا كبه كبتين ثلاثة يا اختي هتكونيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما تتفضل يا اخي، تفضل تفضل، ده بيتكم. ما تفضل من بدري قوي. حتى الميه ربنا ينكد على صباحك يا سحنفي.
أنا. أنت مين؟ مصطفى.
القتيل العاشق الولهان. انت مش شايفاني ولا ايه؟ لا لا انا متاسف قوي. انا غلطت غلطه فظيعه مش سامح نفسي عليها طول عمري ابدا. لحظه من فضلك ارجوك ما تمشيش دلوقتي، انا كنت مستنياك. مستنياني؟ ايوه لاني كنت متاكده انك جاي. متاكده؟ انا شفت جمالات وهي بتصور لك. ايوه شفتها. استغربش صحيح ان هي ما بتشوفش، لكن قلبي بيحس وبيشوف اكتر منك ومنها. لكن يسهل الاشارات اتفهمت غلط وافتكرت انها بتقول لك تطلع، ودي الفرصه اللي انا كنت مستنيها من مده عشان اكلمك عن ابراهيم القزاز. ابراهيم القزاز بابا الراجل اللي انت بتخونه. لا ارجوكي انا عاوز افهمك. انت اللي لازم تفهم مني، لازم تعرف ان ابراهيم القزاز مش الراجل اللي يستاهل الغدر والخيانه. ابراهيم القزاز ده اطيب انسان في الدنيا، شهم شريف، يحب الناس، يخدم الغريب قبل القريب. عايز اقول اللي كان كده قبل ما تحصل الحادثه اللي توفت فيها امي، واللي وصلتني للحالة اللي انا فيها دلوقتي. الحادثه اللي بعدها كمان اتاخرت حياتنا زي الحيه اللي مليانه سم وعاوزه تموت بيه كل اللي حواليها، اولهم بابا المسكين اللي عارف انها بتخونه مش هتردد لحظه واحده في انه يقتلها، ينتهي في السجن وانا اضيع في العالم اللي مش شايفه منه حاجه. انا عارف ان انا بكلمك عن انسان انت ما تعرفوش، لكن ما يمنعش انه انسان زيك له شرف زي ما انت لك شرف، له ضمير بيحاسبه زي ما اي انسان في الدنيا له ضمير، حتى ولو كان الانسان ده انت. مهما كانت اخلاقك، مهما كان طبعك، تأكيد جواك شيء من الخير يمنعك انك تضر اي حد، حتى لو كان الحد ده غريب عنك. اللي بيخليني اكلمك بالصراحه دي واطلب منك اتركاك انك تبعد عنها، حتى ولو كانت مرات هي بتشجعك. ليه تطوعها يا مصطفى؟ ذنبه ايه الراجل اللي مشتريان؟ الراجل اللي فاهم ان بيته من صان وعرضه محفوظ وانت مليته بالخيانه. ذنبه ايه تغدر بيه من ورا ظهره من غير ما يضرك او يأذيك؟ اعمل لك ايه عشان تطعنه في شرفه؟ اوعدني انك تبعد عنه. اوعدني 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 اوعدني. مش وزهق حكم الواد مصطفى ده جهنمي ما يطلعش الحبس. الله بس يخرج ازاي؟ الباب كان مقفول بالقفل. باب بقى ده اسمه كلام يا حنفي، احنا بتوع بيبان برضه. الله طب البضاعه يالا. بضاعه عماله بالحراميه. تممت؟ ايوه يا ابني مظبوط. يعني مفيش حاجه راحت كده ولا كده؟ لا يا ابني مفيش،
كتر الف خيرك، انما انت يعني ما تحزنيش. احنا اتفقنا على ايه؟ حاجتك رجعت لك من غير بوليس ولا دياوله، يعني خلينا اصحاب وجدعان كده مع بعض. سلام. طب وده كلام؟ مش كنت تستنى لما تشرب حاجه ولا حتى تاخد مكافئتك؟ مكافئتي انك سامحتني وقبلت توبتي. ربنا يتقبل منك ومنا يا ابني ويهديك ويهدينا. ايوه، هو انت برضه محتاج للهدايه فعلا؟ الاستقامه مفيش احسن منها يا والدي. ايوه يا ابني صحيح فعلا. سلام. سلام ورحمه الله وبركاته. يا من انت كريم يا رب. واحد شاي يا ابني من فضلك. خليهم ثلاثه. هلا انتوا اسمعوا بقى. اقعد اسمع انت مصطفى، احنا مش جايين في شر، احنا جايين ناخد حقنا بالمعروف. مالكوش حاجه عندي؟ والبضاعه رجعت لصاحبها. تبقى انت اللي بتحرق على الشر يا مصطفى. صدقني يا سعيد، الحاجه رجعت لصاحبها الحقيقي، صاحب الشقه اللي اتسرقت. ما هو ده كلام ما يخش الدماغ. طب انت ايه اللي يوزك تعمل عامله زي دي؟ ايه اللي يخليك تسيب الشقه وتنط من الشباك كده زي الحراميه؟ لا مؤاخذه، وتغدر بينا ليه يا درش؟ احنا غلطنا في حاجه لا سمح الله. اذا كنت يعني اتضايقت من حبس الشقه اليومين دول. بالعكس، انا ما اتضايقتش يا سي حنفي. حبسه اليومين دول انا كنت محتاج لها. اليومين دول علموني حاجات كتير، اليومين دول فتحوا عينيا على حاجات كانت تايهه عني، اليومين دول خبر ايه يا ابن حبيبي؟ خبر ايه؟ انت هتقعد تخطف فينا في اليومين دول؟ هي ايه العباره بالظبط؟ العباره باختصار اني فقت لنفسي ومش عاوز ابقى حرامي. خلاص، من بكره نقدم لك في مدرسه البوليس. انا ما بهزرش، انا خلاص فكرت وقررت ونفذت. انا بقيت واحد تاني ويستحيل ارجع للطريق ده تاني، فاهمين؟ جت خيبة وانت لحق، دي اول عمليه تعملها يا فقري، تقوم تخيبها بالشكل ده؟ اطلع بالمفيد يا مصطفى، ملوش لزوم. المفيد هو اللي قلتلكوا عليه، صدقني يا سعيد. طب بس روق وقوم معانا كده بالهداوه وورينا نخبيها فين. ايه هي؟ ايه دي؟ البضاعه على مؤاخذه. فتشني. لا اسمع، ما اقول ايه. لا، ما انا مش متحرك من هنا غير لما اخد حقي. لا لا لا، جرايه يا سعيد، مش كده؟ امال بقى ما شافوهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتحاسبوا. روق. امال اقعد اقعد يا مصطفى، كل شيء هتحل على خير. اسمع يا درش، اذا كنت يا ابني طمعان في شيء زياده انا ما عنديش مانع، خد انت لوحدك النص واحنا. صدقني يا سي حنفي، البضاعه كلها زي ما هي رجعت لصاحبها. يبقى عليه العوض في عقلك. انت بتتكلم جد؟ وجد الجد كمان. السكه دي مش سكتي يا سعيد، انا دخلتها غلط ومش هقدر اسلك فيها، عشان كده خلعت. انا مش قادر افهم ايه اللي حصل للجدع ده وايه اللي لخبطه بالشكل ده. ولا انا قادر افهم، معرفش ايه اللي حصل لي بعد ما شفتها وقابلتها وسمعت كلامها. شفتها؟ شفت مين؟ هي الحكايه فيها شفتها وسمعتها. صاحبك بيحب يا سعيد. بيحب ليه؟ لا، وانا مش بني ادم، مش انسان، دم ولحم واحساس وشعور. الحب ده مش اللي زينا يا مصطفى، احنا اتخلقنا للشقه، احنا اللي بنختار الشقه بايدينا، واحنا اللي نقدر نتوب ونعيش ونحب. لا تظهر بقى انه مستقلع ولا فيش رجا منه. يلا بينا يا سعيد. طب البضاعه؟ هنعتبرها هديه للعروسه، مسيره يعقل ويعوضها لنا. مبروك يا درش، مش انا اللي اخسر راجل عشان حبه كراكيب. سلام. سك على الشقاله. يا سعيد استنى يا سعيد، عاوز اقول لك كلمتين. مفيش بيني وبينك كلام. انت صاحبي يا سعيد ولازم انصحك. تنصحني بايه؟ انام في جحر معاك مع الفران والصراصير؟ اكل من صفائح الزباله؟ اشتغل شيال ولا بوياجي والناس تضربني على قفايا؟ عمر الشرف ما كان عيب. انا شرف بلا غلب. شوف يا ابني يا حبيبي، انت من سكه وانا من سكه. حنفي استناني يا سي حنفي. يا سعيد فين يا ابني الشاي اللي طلبته؟ خلاص يا عم شطبنا بلاش هوس الدماغ، الله يسهل لك ويسهل لك. مساء الخير يا معلم. مع الثمنه؟ هو ايه لا تطلبه؟
انا مؤاخذه ماليش نفس. يبقى مش هتقعد. قوم شوف لك جنينه تانية تنزه فيها. قوم نفض وخمك بعيد عني. قوم فز. ليه انت كنت اشتريت الحته دي؟ ملك الحكومه. الله، انت تتبوى فيا يا دلتا ابن العبيطه؟ ما تجيبش سيره امي على لسانك، انت فاهم؟ ابعد عني لا سيح دمك. ليه انت فاكر هسيح؟ اوعى تراعي. اوعى. بقول لك ايه؟ سواين سكت. اوعى. عنده البرجامة. يا عم ابراهيم ابوس ايدك، الحقني الحقني يا عم ابراهيم. انت تعرفه يا عم ابراهيم؟ ابويا ابويا كان حبيب عم ابراهيم. الله يعين على ابوك يا هاشم. روح على روح على تسيبه. ربنا يخليك عم ابراهيم، ربنا يخليك. انت نجدتني. انت قد تعرفني منين؟ ومين ما عرفش عم ابراهيم الازاز؟ عم السواقين دي كلها صحة يا اكبر صحة. انت مالك هيك يا واد بتفهم؟ لكن يقول لي بتعرفني منين يا ولد؟ قلبي دلني عليك. كك وجه قلبك. وعد كنش بوليس؟ لا انا خدامك، خدامك ومحسوبك يا اسطى. اسطى بقالي كتير ما سمعتش كلمة قطة دي. أبوس إيدك يا اسطى. تكلم لي أي حد في الموقف، يشوف لي أي شغلانة، أي سبوبة آكل منها لقمة عيش بشرف. هلا فاكرني مخدماتي؟ أنا وقعت من السما وأنت اللي تلقفتني. تبقى وقعت على البلاطة. فاشر. أنا وقعت على كتاف راجل جدع، ما يتأخرش يمد إيده الجدع زيه محتاج لمساعدة. هاد باين عليك غلباوي. البطن الجعانه بتطلق اللسان يا اسطى. صح. انت وقتها هتشتغل ايه؟ اي حاجه. ان شاء الله علقوا ورطه في رقبتي ويقولوا اجره للارياف. حلوه حلوه حلوه. ايه؟ ده كفادي، ده كفادي. ابو خليل يا مساي الامس والمرفشه. عايزك تشوف لي شغلانه واده في الموقف. وانا ضمنه برقبتي. يا سلام، انت صار امور ابو خليل. تعال معايا. ربنا يخليك لي يا ابو قلب طيب. هلا يا كريم. يلا يا واد غور من وشي. ده اخرب بيتك ويتوب عليا. نفر واحد اسكندريه، نفر واحد من قوم، نفر واحد اسكندريه، نفر واحد اسكندريه يا بيه، اسكندريه يا بيه، اسكندريه يا بيه، اسكندريه يا هاني. اتفضلوا اتفضلوا. وسع يا اخويا المكان الساعه 3. وسع. بالسلامه. بالسلامه اسماعيل. بالسلامه يا اسطى. نعمه ربنا يديمها علينا. بالسلامه مع الف الف سلامه. فقوس نفر فقوس. ينيلك انت مدلوق كده ليه؟ مين؟ مين اللي هنا؟ انا يا دلعادي. مالك مسروعه كده ليه؟ اصلي سمعت صوت الباب بينفتح. في حد معاكي يا ابله؟ حد؟ حد مين يا اختي؟ انت جرالك ايه اليومين دول؟ كل ساعه والتانيه تقولي لي حد وسبت. بقى اسمعي بقى لما اقول. شطبت المواعيد؟ ايوه. طب يلا اجري نشف المطبخ وانا داخل اوضتي رايح شويه. يلا. مزه حلاوه. هو انت بالمزي؟ ملهاش مناسبه. كنت يا ابني فاكرني نايم على حاجه تقيله وعايز تقلبني. إذا كان فكرك كده يبقى أنا أبكي على شونك. أنا لو رموني من فوق البرج هنزل مرمي. إيه اللي بتقوله ده؟ أنا جاي أحيي الشهامة والمجداعة. أنت اللي هنا؟ إيه يا ريس؟ نزل نص مقفول. على عيني. حاضر. يا واد أنت جاي تفتحني؟ ما تفهمني حكايتك بالظبط. حكايتي باختصار أنا اتولدت من يومين بس. وجاي لي عشان ابط امك. لا حلوه بس يا انا بتكلم جد. جد واللي فيها جد. شحت ازيك مولود من يومين وبس وتقول لي جد؟
انت سكران ولا انا اللي سكران؟ لا ما انا لا لا اذا كنت هتعمل كده حل عني، خد ازازتك وحل عني. روق 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 بس روق روق. اصلي بصراحه ربنا كده انا حبيتك ومش قادر ابعد عنك. يا واد انا ماليش في الكلام ده، الله يخرب بيتك. الله انت عاوز مني ايه بالظبط؟ لا ما انا هقول لك انا المز. انت قلت المز ولا؟ دوق وتعيد. روح يا شيخ الله يخرب بيتك ويتوب عليك. يا شباب انا لا عشت عشت انا ما بشربش. ما بتنسى ازاي؟ انسى ايه؟ الدنيا وبلاويها. ما انا لو نسيت ابقى مش هتعلم، وعشان اتعلم لازم افضل مصحصح لها. صح اكبر صح. انت واد عندك مخ. اللي ما قلتيش هلا اسم القفة ايه؟ مصطفى. ايوه مصطفى ايه؟ يعني ايه مصطفى ايه؟ يعني مصطفى بانجر، مصطفى باعجر، انت مش ليك اب وليك ايدز. فهمت. مصطفى ايوب. ايوب فكرتني بايوب وصبر ايوب. ايوب لما صبر الصبر منه كل، والحر مرر زمانه لما حاله نزل، وايش يعمل السند لو حل القضا وانشل. انسى صاحب العسل وشه داخل الخير. يا لا انت موجوع قوي يا اسطى. حر مرر زمانه لما حاله نزل. معاش اللي يزل لمصطفى ابراهيم. عايش عايش لكسر نفسي اكتر انها واحده ست. مين؟ مين اللي انا؟ انت ايه حكايتك يا روح ماما؟ انت ما بتفتحيش غير عليا انا بس؟ يا ابني جمالات انا سمعت صوت الباب بينفتح. قمت استفهم مين اللي جه؟ هيكون مين يعني؟ انا طبعا. سمعت حس على السلم، افتكرت ابوكي راجع مشكع زي عوايده. قلت اجري والمه من على السلم قبل ما يعمل لنا الهتايك اللي بيعملها لنا كل ليله قدام الجيران. معلش. اصل افتكرت. افتكرتي؟ ادي اللي كان ناقص. شويه شويه تقولي عليا ان انا بس عماكي. وبقابل رجاله غرب من ورا ابوكي. متاسفه. تصبحي على خير. لا ده لازم يشوف له حل معاكي. انا يا حبيبتي ما حلتيش غير سمعتي، ده انا بيتحلف بحياتي يا الدلعاتي. دول يا اختي لو جابوا للشرف شرف على شرفه مش هيكون غيري. ايام يا ابني بنقضيها في الدنيا وخلاص. ما تقولش كده يا اسطى. ايه هو الخلاص ده؟ خلاص ما عنديش حاجة في الدنيا أبكي عليها بعد اللي حصل. تطلع تنزل 60 برطوشة. لا لا يا أخي لا، مفيش حاجة في الدنيا ما بتتعوضش. أنا كنت زيك فاكر كده عشان ما كنتش عايش في النار اللي أنا عايش فيها دلوقتي. كنت عايش في الجنة. أيوه بيتي هو جنتي، مراتي وبنتي. بنتي نور عينيا فاطمة. فاطمة اللي كنت حاطط كل امل فيها. الدنيا ما كانتش سيعاني من فرحتي يوم ما ظهرت نتيجتها في الثانوية العامة ونجحت. يا اخي نهار ابيض يا حبيبتي، اسم النبي حظك وصينك. انا حاطط في عمود. انا حاسس اني انا اللي جبت 98.5%. انا اللي هخش كل الطب. بكره احط السماعه على رقبتي واكشف على عينين. خدي نفس من فضلك كمان يا بس. قدم مشيئه الله يا ابراهيم. البنت نجمها خفيف وما يحسد المال اللي اصحابه. حريا ان شاء الله بكره هاخدها تزور السيد البدوي واوفي النادر اللي عليا. 98.5%. كنت قادر 1.5 تبقى القعده 100%. يا سلام مبروك. الف نهار ابيض. ابيض مبروك يا بطل. عقبال شهاده كبيره. انا يا اختي لما سمعت الخبر نفحت ملايتي على كتفي وقلت اجي ابارك العروس الحلوه. الف مبروك. حياتك يا حبيبتي. مبروك. يا ست ام فاطمه كوبايه شربات لست جمالات. من عينيا. انا بقى عندي حلاوه النجاح بصحيح. شوفي بقى عندي حاجات حلوه قوي لازم يجيبها لك ابوكي. عندي بلوزات وبنطلونات وفساتين على اخر موضه. ليه؟ سيبك من الحاجات دي.
جبت اللي قلت لك عليه؟ ما يصحش قدام البنت يا ابراهيم. ليه؟ واحنا بنسرق؟ دي حاجات طبيه، بكره هتخش كليه الطب وهتعرف كل حاجه. يعني جمالات دي تعرفوها من زمان؟ من ايام المرحومه مراتي، كانت بتشتغل دلاله، كانت ساكنه عندنا فوق بالاجره. ما كنتش اتصور ابدا انها هتاخد مكانها، لغايه ما جه اليوم الاسود اللي مش هنساه طول حياتي. حاسب يا ابراهيم، خد بالك من العربيه اللي جايه دي. كريم وفضل، ما تيجي تقعد على الدركسين وتقفين. زي انت كده بتلخبطيه يا ماما. يا اختي، هو اللي ملخبط من حاله، ده راجع البيت وش الفجر. احتفل يا ولي، بلاش احتفل. الاسطوات زمايلي عرفوا ان فاطمه نجحت، عاملين لي عارف مزاج. يبقى لازم ما كنتش اسافر النهارده. ده نادر يا ولي، ولازم اوفي النادر. انت عاوزه السيد البدوي يقف ضدنا في مكتب التنسيق. اطمني يا ماما، انت راكبه مع احسن سواق في مصر. قول لها طمطم. هناخد الطريق ده من اوله لاخره وانا سايب الدركسيون. تحب تشوف؟ لا يا ابراهيم، كله لك كده. بلاش الهزار ده. بابا بابا حاسب. خير يا دكتور؟ شد حيلك. هي في حياتك مين؟ الست مراتك وبنتي فاطمة. بخير، بس للأسف الإصابة أفقدتها البصر. ربنا معاك. أنا السبب، أنا السبب اللي حصل. إيه ده؟ هي دول يستاهلوا عطارة. سامحيني يا بنتي، يا ريت تاخد عينيا بدل عينيك اللي راح. ما كانش قصدي، ما كانش قصدي. يا ريت ربنا كان خدني ونجاكم انتوا. دي الشر عليك يا بابا. ده رئيس إبراهيم، أنت هتموت نفسك يا أخويا ولا إيه؟ ده مقدر ومكتوب. قوم يا أخويا، قوم 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 قوم، فك عن نفسك. قوم، دي قعدة الراجل في البيت وحشة. يلا يلا روح شغلك يا أخويا، يلا يلا. تحرم عليا ماسك الدركسيون بعد النهاردة. معلش مش وقته، المهم دلوقتي إنك أنت تنزل تقعد مع أصحابك، تاخد لك كاسين، تقعد قعدة فرفشة كده. يلا يا أخويا يلا. اللي بتقولي كده يا قبلك يا بلاه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، وأنا هسيبك لوحدك هقعد معاكي لغاية أبوكي ما يرجع. إيه، انت مش بتحب ابوكي ولا عايزاه يطرشق من كتر الزعل؟ يلا يا اخويا يلا يلا، انزل اقعد مع اصحابك بس. يلا يلا يا ابراهيم، يلا يلا. ايه يا فاطمه ده؟ انت صغيره؟ انت بنت متعلمه ومتنوره وعارفه ان الموت علينا حق، وهو ربنا خلالك ابوكي وهو الخير والبركه. اللي حصل لبنتك ده قضاء، انت مالكش يد فيه، ده امتحان.
امتحان يا اسطى ربنا حطك فيه عشان يختبر قوة ايمانك. يا بابا خلي عندك ايمان بالله، ربنا مش ممكن يتخلى عننا في ظروف زي دي. ده امتحان عايز يعرف منه اذا كنا مؤمنين بقضاء ولا لا. كلامك ده بيفكرني بكلام واد معرفش طلع لي منين، لازق لي اليومين دول لازق بغيرها. واد مين ده يا بابا؟ معرفوش، انما الظاهر زي حالتنا الدنيا مدياله ضهرها. امبارح قعد معايا لقيت نفسي بفضفضله، راح قال لي كلمتين زي اللي قلتهم لي دول، الحقيقه ريحوني. محدش يحس بألم الناس غير اللي دق طعم الألم. والحمد لله على كل حال في ناس كتير تعبانين اكتر مننا. لكن انت ذنبك ايه يا بنتي علشان تتعذبي العذاب ده كله؟ اللي بيتعذب يا بابا هو الانسان اللي مش راضي بحكم ربنا، وانا الحمد لله راضيه وصابره، وزي ما قلت لك انا متاكده ان ربنا مش ممكن هيتخلى عنا، واكيد بكره هيفركها. يا حبيبتي يا بنتي قادر الكريم يسمع منك ويبعت لنا الفرج من عنده. قول له أرسطو خد قرش ياخد عدوك واولهم جوز امك. مع السلامه. والنبي والنبي ما تنساش الفاتحه امانه في المرسى والعباس. فين يا اخويا الاثنين شاي اللي قلنا عليهم؟ اهم يا اخويا اهم. الله شاي مخصوص يعدل الدماغ ويروق المزاج. تذكر يا درش كوبايه الشاي دي بقى جت في وقتها صحيح، ودي كمان عشان تحبس كمان. والله يا ابني انت ابن حلال وتستاهل كل خير. الخير في ايديك انت يا عم زكي. في ايدي انا يا ابني؟ يا ريت يا ريت تدبر لي عربيه اشتغل عليها. ايه تسوق يعني؟ انا متعلم ومتمرن وعجبك قوي. كان على عيني يا ابني انما اذا كان على الرخصه انا هستقتل لحد ما اطلعها. لا مش كده وبس، امال ايه تاني؟ المعلمين معلمين صحاب العربيات، مين فيهم يستأمنك على العربيه من بتوعه؟ انت حالة مؤاخذه يعني حته منادي في الموقف. ما يا ريت يا عم زكي افندي تكلم لي واحد منهم ينوبك ثواب فيا. والله كان على عيني يا ابني، العالم دي صحاب العربيات مفتريه ومفيش حد ليه كلمه عليهم ابدا. لا يا عم زكي متهيألي انا اعرف اللي ليه اعتبار عندهم. اسعد الله التماس يا اسطى. وانت برضو انت عمال تتنطط لي كده زي الفرع الوز. انا اصلي في الحقيقه عايزك في كلمتين مهمين قوي يا اسطى. لو ما جعله خير. نعم يا سيدي. شوف يا اسطى ابراهيم انا حاسس انك زي ما تكون اخويا الكبير بالظبط، عشان كده هكلمك بصراحة. أنا يعني مشيت مدة كده في الطريق العود، لكن الحمد لله ربنا تاب عليا. ربنا يتوب علينا كلنا يا سيدي. بس التوبة مش هتكمل وتتم اللي على ايديك أنت. ليه؟ عاوز تاخد عليا حاجة؟ لا عايزك تتوسط لي في شغلانة. تاني؟ أنت باين عليك يا واد رزق قوي، تلقيح يعني. أنا محسوبك يا أستاذ إبراهيم. عندنا ولا واحد حباب مني. انت واد ناوي تطارق جاسيني في دماغي؟ بقى جاي تطلب شغل من واحد عواطلي؟ معرفش اللي يقول عليك كده يا اسطى، انت مش عواطلي ولا حاجه، انت زي ما بيقولوا كده في فتره استحمام. استحمام؟ هي ولا استحمام ولا استجمام؟ الحقيقه مش عارف، المهم ان انت فاهمني. ايوه فاهمك. انا من جهتي دلوقتي الحمد لله بشتغل وبكسب كويس والفضل يرجع ليك انت، بس يعني كل ما في الامر ان عايز احسن مستوايا. وانا بقى اللي هحسن لك مستواك بكلمه واحده منك. اهلا اهلا ابو خليل، الموقف منور. اهلا اهلا ابو خليل، الموقف منور. منور المعلمين. اتفضل. لا انا ماليش اعاد قبل ما توافقني على الكلمتين اللي جاي اقولهم لك. حد يقدر يكسب ابراهيم القزاز؟ اطلب تباب، والكلمه اللي هتقولها ملهاش تاني عندك. Okay.
تسلمي. هاي مع السلامه. شكرا يا هندسه. الله يخليك. غلط. واحد جاي كشري. هات يا اسطى. فك عشان من الاصبع يا ابني. احسن برضه احنا راجعين للضايق. هما كلمتين مفيش غيرهم. خير في سلامه. في سلامه في خير. بقى دي خاله يجي من وراها خير ولا سلامه؟ الله يرحم. اصله ناسي. اصله ناسي لما جالنا في القهوه كان شكله ايه؟ يا راجل ده انت كنت حطبت على رجليه بوسه عشان يسامحك. وعملت باصلي وعفيت عنك. ومن طيبه قلبه، من طيبه قلبه نسي البهدله اللي انت بعتتها له في المحكمه. ونسيت انه ضربنا بومبه في اول عمليه، وقلنا المسامح كريم. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ اهو ده المفيد. شوف يا درش، احنا مش طالبين منك غير حاجه بسيطه قوي. تفضل انت في عربيتك مستنينا على نصفة الشارع، واحنا اللي هنقوم بالعمليه كلها. عمليه ايه؟ عمليه كبيره قوي يا درش، فيها مش اقل من 20-30 ألف جنيه، وانت لوحدك ليك النص. قلت ايه؟ عايزين الكلام المفيد. امال احنا جايين ليه؟ انكشحوا من هنا لا تردوا بالله العظيم. اجيب لكم مين؟ لا حاجه لا لا ولا حاجه. والله بنتكلم معاك حاجه غريبه يا اخي. كده خلاص ما تزعلش يا اخي، دي حاجه غريبه يا اخي. ابدا يا اسطى ابدا. انا بس كل اللي يهمني اللي كنت عايز اخلي الود متصل. لكن انا مش عايزه يتصل. فرقونا بقى. خلاص براحتك. انما وحياه العيش اللي ما كنت لاقيها مصطفى تكون هديتها لك. بنجور يا امور. بنجور على امك يا سحنفي. قلنا طيب. نعم. العواف. انت عايز ايه يا جدع انت؟ في حد هنا تعرفه جاي تسال عليه؟ احنا ما نعرفكش. لكن الاسطى ابراهيم يعرفني، ممكن تندهي له؟ ما ندهلوش ليه؟ حد ماسك لي زله؟ يا سي ابراهيم يا دلعاد، يا سي ابراهيم خش. مين يا جمالات؟ مين؟ ده واحد عايزك. اهلا درش. الف حمد لله على السلامه. وحشتني قوي يا اسطى. مصطفى ده من اعز اصحابي. الست جمالات جماعتنا دول. حصل لنا الشرف. اهلا اهلا. شرف لينا يا سي درش. دول شويه حلويات كده بركه السعد البدوي. وليه بس تتعب خاطرك كده؟ ايه ده فضلت خيرك يا اسطى. تعيش وتجيب لي حبايبك. تشرب يا راجل. لا ماليش لزوم يا طبعين. تعالي يا طنطن، تعالي يا حبيبتي، اقعدي. سلمي على الاسطى مصطفى، ده زي اخوكي. الله يسلمك يا ست فاطمه. اهلا وسهلا. اقعد درش. قطفت الملوخيه يا طنطن؟ ليه ساعه؟ ومستنيه ايه امال؟ انت ناويه تخلينا نتغدى بكره ولا ايه؟ حاضر. ابسط يا عم، حماتك بتحبك. هنتغدى معانا النهارده ملوخيه بالفراخ. الله يخليك، بس ما كلوش لزوم. لا بقى، ده طبيخ ايديا، ولياكل طبختي ما ينساش اكلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تمد ايدك يا سي مصطفى، البيت بيتك. يمكن مكسوف، ما هو كل حي على ما تربى. لا ابدا، لا مكسوف ولا حاجه. طب بقول ايه، هتاكل بايديك يا الدلعادي ولا اجيب لك شوكه وسكينه؟ احنا ناس بلد يا ست جمالات. معلش ما تاخذنيش، اصل انا ما اعرفكش، وكل من كان حسب البيت اللي اتنشا فيه. انت ما بتحبيش الفراخ ولا ايه يا ست فاطمه؟ ما تديها فراخ يا جمالات. ايه بعد اذنك يا استاذ، اديها انا. خدي دي من ايدي يا ست فاطمه. شكرا. حنين. كل يا فاطمه كل، ما تكسفوش زي اخوكي. ربنا يجبر بخاطرك يا ابني. لكن ما قلتليش يا سي مصطفى، انت منين؟ انا من مصر. يوه، ما احنا كلنا من مصر، ولا شايفنا لابسين براميل؟ يا ست هي كلها بلاد ربنا. اهو نتشرف. من قبلي بقى ولا من بحري؟ من بحري. سواحلي ولا كوير؟ هو تحية جمالات. يوه، بقولك عشان نتشرف. منين بقى يا ضنايا؟ انا من سانتاريس. بلدياتي؟ بقى انت من سانتاريس يا جمالات. يوه، جاي ده العادي. تكونش فاكرني مش من عيلة ولا مش معيش اهل ولا صايعة. يمكن صايعة بقى. خلاص يا جمال، ما
من سنتريس، من سنتريس، بس انا كنت ناسي. وانت بقى من اين عيلة في سنتريس يا سي مصطفى؟ حكيم انا عارفه سنتريس دي بيت بيت وعيلة عيلة. هو انا الحقيقه يعني من عيلة. اياكش تكون من عيلة على قد حالها ومكسوف تقول. الفقر مش عيب يا اخويا، الركة على الاصل. ما هو ياما ناس عندهم فلوس بالكوم، واللي كان اصله عرباجي، واللي اصله شيال شنطه، واللي كان سايس في جراجه بيتضرب على قفاه. معلش مش مهم، ورك ولا صدر يا سي مصطفى؟ لا الحمد لله انا شبعت. انت اكلت حاجه يا ابني؟ كفايه كده بالهنا والشفا. الحمام ورايا اهو دايما عامل. اما هما اديله الفوطه. ايه مالك يا بنتي؟ ما بتاكليش ليه؟ بابا الراجل ده انت تعرفه من امتى؟ من مدة صغيرة، لكن الحقيقة محبته دخلت قلبي كأني اعرفه من زمان. جدع طيب وابن حلال وحي. انما انت ايه اللي جابك؟ صاحبي بذمتك؟ امال انت فكرك ايه؟ شوف انت بقى. انا مش شايف حاجه بقى. كل الحلاوه اللي قدامك دي ما انت شايفها. انت تقصدي ايه؟ انا قريت اللي في عينك كله يا واد ساعه لما بصيت لي في الجراج. جراج ايه؟ انا لا اعرفك ولا شفتك قبل كده. ده انت اللي كنت بدور عليه. انا يعجبني الراجل الراسي اللي يخش في المعروف ويطلع بالمعروف. اسمعيني يا ست انتي، انا الايام جايه كتير وياما هسمعك للصبح. نشف نشف كويس. لسه شرفت يا درش، يشرف مدارك يا استاذ ابراهيم. انا حاسس لما اكون في وسط اهلي وبيتي. والله والله قبل ما اعرفك كنت زي الاعمى. متاسف يا ست فاطمه، مش قصدي. لا معلش انا اتعودت على الكلام ده خلاص. ما تاخذنيش يا اسطى. استاذن انا بقى. اقعد يا راجل، احنا لسه اتكلمنا مع بعض. وتيجي تمشي ازاي قبل ما تشرب الشاي؟ معلش اصل مشواري بعيد. لا ساكن فين يا دارش؟ في الالف مسكن. ياه وكل يوم بتدفع المشوار ده لغايه الموقف. اعمل ايه؟ اهو الحمد لله الواحد لاقي حته يستوى فيها. يا كبدي وتتعب نفسك ليه يا بنايا؟ ما تسكن جنب حبيبك. حبيبي؟ سي ابراهيم. يا ريت. بس فين؟ هنا. هنا فين يا وليه؟ في الشقه؟ لا في الاوضه اللي على السطح اللي بتربي فيها الفراخ. وهي الفراخ مش روح؟ كل اللي ناقص الأوضة إنها تتكنس وتتسيق وتبقى فشر من أجدع أي أوضة في الهيلتون ولا في الشيلتون. والله فكرة، إيه رأيك يا دارش؟ موافق طبعاً، وهتبقوا سوا بدل ما بيتهد حيلك وتيجي من آخر الدنيا عشان تشوف حبايبك. هم حبايبك هيبقوا تحتك. اشرب. أميت حلاوة حلاوة عمة بتاع الكوسه. الله يخليك. ابعت لنا عم 2 كيلو قرع. ربنا يجعله. مرض عندنا طبيب. حلل صواني. الله يخليك. بالدمعة السايحة النايحة. اتفضل يا شباب. عندنا كوسه محشية. عندنا قرع اسطنبولي. طب يالك يا عم. بقى جورت ابراهيم القزاز. ده راجل اخر انس. والله صعبان عليا يا زكي يا فندم. ومين يا ابني مش صعبان عليه؟ ده كان عامل السواقين من اسكندرية لأسوان. محدش كلمه؟ محدش حاول يأثر عليه يرجعه شغله تاني؟ يوه معلمين التاكسي كلهم كان ناقص يبوسوا رجليه قبل ايديه. مسكين من ساعة حكاية مراته وبنته دي وهو متعقد من مسكة الدركسيون. بس لازم نحاول تاني، الراجل ده لازم يفوق لروحه من اللي هو فيه. افوق ليه؟ اللي فاضل لي في الدنيا علشان افوق له. فاطمة، انت ناسي فاطمة يا عم ابراهيم، دي ملهاش في الدنيا غيرك. فاطمة انا عملت لها كل اللي اقدر عليه لكن مفيش فايدة. مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة. البني ادم مش لازم يفقد الامل يا اسطى.
الامل الامل عند الناس اللي عايشه، لكن انا مت من زمان. ما تقولش كده يا استاذ ابراهيم، ده احنا كلنا عايشين بحسك. حسي؟ طب تصدق العيال بتوع موقف اسكندريه مش مصدقين ان انا صاحبي. دول عيال اخوات. تعبني قوي في الشغل يا اسطى. سير اروح معاك واقطم لك رقبه اجعصم فيهم. طب ما تطلع معايا بكره اسكندريه عشان خاطر يا اسطى، لما اشوفوك داخل معايا هيبقى لي اعتبار تاني في عينيهم، وحياه فاطمه ما تكسفني. ما كنتش اعرف انهم يعملوا لك حساب بالشكل ده في اسكندريه. ده انت مالك يا اسطى ابراهيم؟ شفت مجيتك معايا جت بفايده ازاي؟ انا دلوقتي اول ما هخش الموقف الكل هيقف لي زنهار. انما ما قلتليش يا اسطى ابراهيم، الناس دي كلها من كبيرها لصغيرها حطاك على راسها الحاطه دي كلها بمناسبه ايه؟ يا ابني دول 30 سنه شغل، يعني شبت الصنعه وشبت ناسها وهم كمان شربوني. بس انت لازم ترجع شغلك تاني يا اسطى ابراهيم، خساره يبقى ليك الصيد ده كله وتبطل. كل واحد بياخد نصيبه يا درش. ايه هتوقف ليه؟ اصلي حاسس كده اني تعبان ومش قادر اعفق في الدركسيون. وده اسمه كلام ده يا درش؟ طب ريح شويه، لا مؤاخذة يا سيدنا، لست هيريح خمسة كده و تعالى سوق بدالة يا استاذ ابراهيم، الزباين كده مصالحها هتتعطل. سوق؟ ايوه تسوق، فيها ايه دي؟ ابراهيم الناس مالهاش ذنب في العطله دي. ما تخلصونا بقى، انا ورايا ميعاد مهم. ايه العطله دي؟ يلا امال يا استاذ ابراهيم اعمل معروف. هو الاخ يعرف يسوق؟ ده احسن سواق في مصر. يلا يلا يا استاذ ابراهيم يلا. يا رب. تعرف انك عظمه في السواقه بالشكل ده يا اسطى. بابا كان احسن سواق في البلد. كان وهيفضل. انا هكلم فيزيكا فندي يرتب لك عربيه تشتغل عليها. يا ريت يا بابا يا ريت. والله كبرت يا ولا وبالك كلمه في الموقف. العفو، بس انت لازم ترجع لشغلك. سيبك من الحكايه دي دلوقتي، لسه ما انش الاوان. هي قابلت الجمالات لسه ما رجعتش؟ لسه بابا. ما تعرفيش راحت فين؟ والله ما قالتش. عن اذنك. اتفضلي. بالسلامة. بصراحة يا اسطى أنا جاي قصدك في طلب وخايف تكسفني. أكسفك من إيه يا ولد؟ أنت خلاص بقيت مننا وعلينا. خير. حلاوة حلاوة. إيه الحلاوة دي؟ يا عم بتاع البليمار ابعت لنا طبلتين ورق، البلاد عندنا لعب. عندنا بليمار. البليمار. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تاخدش في بالك يا اسطى، تعال خش جوه، تعال خش جوه. ايه ده؟ ايه الجيله الهم دي؟ استغفر الله العظيم. خير يا ابني، انت كنت عاوز تقول لي ايه؟
بصراحة يا اسطى انا طالب ايد فاطمة. فاطمة؟ ده معقول؟ ما تاخذنيش يا اسطى، انا عارف اني مش قد المقام. استغفر الله يا ابني، ما تقولش كده. انا لو فاطمة بنتي تنفع للجواز ما كنتش هديها العز منك ابدا. ايه اللي بتقوله ده يا اسطى؟ يعني ايه تنفع للجواز؟ ما انت عارف يا مصطفى انا مش عاوز ادي بنتي لواحد لمجرد انا بيعطف عليها. لا يا اسطى، انا اللي في قلبي ناحية الست فاطمة مش عاطف ولا شفقة. ربنا يعلم، انا بعزها صحيح، وكل املي انها تشاركني حياتي طول العمر، والعيش والملح اللي بينا هي دي الحقيقه. مصدقك يا ابني، بس اديني فرصه لغايه بكره لما اسالها، وربنا هيعلي اللي فيه الخير. ايوه اهلا وسهلا. اهلا، ممكن اخد من وقتك دقيقه واحده؟ يا خبر، اهلا اتفضلي. انا مش جاي عشان اقعد. براحتك. انا جاي اقول لك كلمتين وماشي على طول. تحت امرك. اظن انت فاكر كويس قوي الظروف اللي اتقابلنا فيها قبل كده. طبعا، بس انا عاوز اوضح لك. ارجوك تسمعني، انا كنت فاهمه ان ربنا هداك وبقيت الانسان النبيل اللي ممكن يساعدني عشان اصون شرف والدي وحافظ عليه. انت وعدتني بكده. وانا عندي وعدي. ما هو باين. واديك سكنت لها هنا عشان تقابلها وقت ما تحب. والنهارده بكل جرأة جاي عايز تخطبني من بابا عشان تقدر تدخل البيت وتقابلها زي ما انت عايز. مش كده؟ لا يا فاطمة، ما تظلمنيش. اديني فرصة اشرح لك سوء التفاهم اللي حصل. انا ما عنديش استعداد اسمع منك اي كذبة تانية. فاطمة، ربنا شاهد على ان اللي هقوله لك هو الحقيقة. ومن فضلك تسمعيني وتفهمي كلامي كويس، لان مستقبلي كله متوقف على انك تصدقيني. توه ايه اللي خلينا اكدبه؟ يعني اديته عقد نافع؟ ايوه، بس كان لازم اسال فاطمه الاول. سالتها؟ طلبت مني مهله تفكر. طب يا اخويا خليها تفكر. ده العادي يا استفاطنا، ده العادي يا عروسه. فاطمه مش هنا. امال فين؟ طلعت تشم الهوا فوق في السطح. وماله هوا البراندة؟ مش على الموضة؟ تقصد ايه؟ ياس ابراهيم، مش كفاية بنتك عامية هتبقى متأخر زيها؟ وبعدين بقى في الكلام اللي تدي النفس ده؟ انا مالي يا اخويا، اهي بنتك كنت حر فيها. بس يكون في معلومك مصطفى بتاعك ده داخل البيت ده على طمع. الطمع عندي بقى له بيت، فين هينجز كله فيه؟ وهو البني ادم ما بيطمعش غير في الفلوس بس يا اسطى. وانا عندي ايه تاني ينطمع فيه؟ شوف انت بقى، شوف يا مهلا بيا يا مهلا بيا يا رب العالمين يا الله ينكد عليك يا بنت ابليس. اعوذ بالله، حرامي كنت، لكن في اللحظه اللي دخلت فيها بيتكو وسمعت فيها كلامك عن ابوكي وخوفك عليه وعلى شرفه، في اللحظه دي حسيت اني بقيت بني ادم تاني. تاني ازاي؟ صعب عليا انك ما عدم المؤاخذه ما بتشوفيش، وعايزه تدافع عن سمعه ابوكي وشرفه، وانا اللي بشوف اعمى عن حقيقه نفسي، وان ليا شرف وسمعه لازم احافظ عليهم. صغرت في نظر نفسي وصممت ان اكبر عشان اوصل لك، وحاولت ونجحت، ومش ناقص غير موافقتك عشان ابقى اسعد راجل في الدنيا. ارجوك يا فاطمه، ارجوك توافقي عشان احس بطعم الامان اللي عمري ما حسيت بيه طول عمري.
هيتم بخير ان شاء الله. ما وصلتش على فاطمه، انا هحطها جوه عينيا واغطيها برموشي. ربنا يهدي سرك يا مصطفى. يا سلام يا سلام يا سلام. مبروك يا سيدي المعلمين. يا اختي يا كتاكيتو، يا اختي يا كتاكيتو، من اول نظرة انا حبيته، شغلني هوا وشبكني معاه، شغلني هوا وشبكني معاه، بس ما فتليش عينه ونسيته. يا اختي يا كتاكيتو يا كتاكيتو، يا اختي يا كتاكيتو، يا اختي يا كتاكيتو على جماله، يظهر فطمه على البقلاوة. يا اختي يا كتاكيتو على جماله، يظهر فطمه على البقلاوة. كل اللي شافوه جولي وقالوا، كل اللي شافوه جولي وقالوا، حلاوته صحيح احلى حلاوة. شغلني هوا وشبكني معاه، شغلني هوا وشبكني معاه، بس ما فتليش عينه ونبيته. يا اختي يا كتاكيتو يا كتاكيتو، يا كتاكيتو على خدوده زي التفاح واحلى شويه. اختي يا كتاكيتو على خدوده زي التفاح واحلى شويه، وجماله ما خف العود، وجماله ما خف العود. سهرني معاه للصبحيه، شغلني هوا شبكني معاه، شغلني هوا شبكني معاه، بس ما فتليش عينه. كتاكيت الحق ده يا ابني بجوزين بداره من عندك، الحكايه وسعت بقى فيها. كتاكيت على ملوخيه، احنا بتوع الكتاكيت، احنا بتوع الملوخيه بالكتاكيت، احنا كتاكيتو كتاكيتو. ست جمالات بتعمل ايه يا اسطى؟ زي ما انت شايفه خير، في حاجه؟ ابدا، انا بس قلت اطلع لك نشرب الشربات سوا. ما احنا لسه شاربينه تحت. ده شرباتنا يا واد، انا وانت. مش فاهم. ما تلفش عليا يا درش. صدقيني انا مش فاهم كلامك ده معناته ايه. طب اديني عقلك لحد ما ارجعهولك. بقى انت يا واد داخل البيت ده عشان تتجوز فاطمه؟ اقولك الحق، ده اللي نفسي اسمعه منك. ايوه انا بحب فاطمه، بحبها من اول لحظه شفتها فيها. ده اخر كلام عندك يا مصطفى؟ لا فاضل كلمه. انا بعتبر الاسطى ابراهيم زي والدي تمام، يعني انت زي مرات ابويا بالظبط. بقى بعد ما هنبقى نسايب، يعني شرفه من شرفي، لازم ادافع عنه بعناية الاتنين. مش الاصول كده يا ست جمالات؟ تمام، هي دي الأصول يا ابن الأصول. فعلا يا بابا، أنا كمان حسيت إن مصطفى بتاع حلال وطيب بيعرف الأصول. ربنا يهنيكم يا بنتي ويعوض صبرنا خير ويقدرنا على جهازك. يا بابا خليها على الله، أنا مش عايزة أي حاجة، كفاية أنت الحمل اللي أنت شايله. وإذا كان على أبلة جمال. لا لا لا، جمالات مين؟ ان شاء الله هتتجوزي وهتتجهزي زي احسن عروسه في الحته، ولا الحوجه الجمالات ولا الغير جمالات. ما
جنين بس يا بابا. وبعدين بقى اتكلي على الله. سعيدة حبيبتي، ادعي لي يا طمطم. مع السلامة يا بابا، ربنا يكرمك ويوفقك ويتوب عليك ويكتب لك في كل خطوة سلامة يا رب. ألف مبروك أبو خليل. أو كده يا راجل، ده أنت وحشتنا أوي. الملعب نور أبو خليل. على من المؤاخذة وعم إبراهيم، اتفضل. سهلة كتر خيرك يا زكي يا فندم. كتر خيري. ده المعلمين كلها ما صدقت إنك نزلت الشغل يا راجل. السلام. حفظ الله، حفظ الله أبو خليل. بالسلامة. طريق السلامة بإذن الله. طيب قلنا طيب يا أختي. حسنين، ايه اللي جابك دلوقتي؟ نزلتك من غير معاد؟ لا، ما انا ما جيتش غير لما عرفت ان جوزك نازل. طب انا راجل ملهات، مالك؟ ما اناش عارف اتلم عليك اليومين دول ليه؟ ودي صوتك احسن البنت تسمعنا. رد عليا يا جمالات، ايه الحكايه؟ مش عارف اشوفك اليومين دول ليه؟ غصب عني الحال ما بقاش هو. البنت اتخطبت وخطبها كل ساعه والتانيه ينط علينا هنا في البيت. خلاص، نتقابل في الجراج زي زمان. نرجع حد يطب علينا تاني زي ما حصل؟ لازم اشوفك يا جمالات. مش وقت دلوقتي يا حسنين، قبل المعروف. يلا انزل ما توديليش في داهيه. مش هتحتع من هنا غير لما اعرف هشوفك ايه. يا راجل انزل ما توديليش في داهيه، لما تيجي على سوا انزل. واقول لك ايه، اوعى تيجي هنا تاني ابدا الا ما انا بقول لك. انا هبقى اكلمك. يلا روح يا ساتر. هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مالك يا ده انت؟ شوف اما اقول لك باختصار كده، مرة تانية هشوفك هنا هقطع رجليك ورقبتك، فاهم؟ انت اللي بتقول لي الكلام ده. ده صايع، روح لحالك. انت بتزقني. اي انت لو هودت هنا تاني هقطع خبرك. سلامتك يا اخويا، انت اتعورت يا مصطفى؟ سيبيني. يا خيبتك يا خيبتك، جاتك نيله. ما تتصورش يا مصطفى، انا مبسوطه قد ايه عشان بابا بطل يشرب. ابوكي لما رجع شغله شم نفسه وحس بقيمته ولقى ان مفيش داعي للخمر. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا مصطفى. انت اللي جميلك كبير عليا قوي. عارفه يا طمطم، انا عندي امل كبير قوي ان الدنيا هتصالحني وهتحلو قوي قوي في عينينا. ايوه عنين، انا مش هيأس، هوديك الاحسن دكاتره في البلد تشوفي. لا يا مصطفى، انا خلاص رضيت باسمتي. ما تقوليش كده يا فاطمه، ربنا موجود ولا يمكن يكسر بخاطرك وخاطري ابدا. قولي يا رب، قولي يا رب. صباح الخير. ايه ده، ما عندكش شغل النهارده ولا ايه؟ مش لاقي لك ركوبه يا اسطى؟ لا، انا واخد اجازه عشان اودي فاطمه للدكتور. وتتعب نفسك ليه؟ هي قلت مفتحين؟ غيره ليه؟ الله يخلي عليك الدم، انت عايز ايه بالظبط؟ رايدك والنبي. يا فاطمه انت خلاص لبس ولا لسه؟ اللي قول لي يا واد يا مصطفى، انت صحيح جاي واخدها توديها للدكتور ولا جاسين بينكم عشان تخرجوا تتمشوا حب؟ ده شيء ما يخصكيش. نعم يا اخويا. لا انا مش سايبه، ما هي مش سايبه بقول لك، دي ليها اب يحكمها. تقدر تقول لي مين اذن لك انك تاخدها توديها عند الدكتور؟ ارجوكي ما تدخليش في حاجات زي دي. اسمع الله، ولا بقالك حس تتكلمي يا دلعتي وتتحكمي. يلا بينا يا مصطفى. كده طيب، انا الحق عليا للتحميل.
حضرتكم على ايدي هتبقى سودا اسود من لون الغراب النوحي. خير يا دكتور؟ اطمن. الامل كبير ان شاء الله. ده بيضحك عليكم. اشمعنى الدكتور ده اللي قال كده؟ كل اللي قبل منه قالوا مفيش فايده. وانت ايه اللي مضايقك؟ طبعا. وانت غرمانه حاجه؟ هو انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ على كل حال دي فلوسي وفلوس بابا. فلوس بابا؟ سلامات يا سي بابا. هو بسلامته يا اختي كان حلته حاجه؟ ده متجوزني بطل والنجم. ليه؟ نسيت البيت ده كان بتاع مين؟ مش كفايه ضحكتي على بابا وخدتي كل حاجه؟ اول نسيتي اللي حصل؟ نسيتي احنا كنا ايه وانت كنت ايه؟ اخلصي قطعي لسانك يا مهلوك. انا عايز اعرف غير بنتي ازاي تطول لسانها عليا؟ طب استني لما يجي ابوكي انا هعرف شغلي معاه. عشان قلبي عليها وكل ده عشان مش عايزاها تخرج مع الواد الصايع ده. يا جمالات دول كانوا رايحين للدكتور. والناس منين تعرف؟ اهي الحاره ابتدت تتكلم عن خروجهم كل ساعه والتانيه مع بعض. يتكلموا عن ايه؟ دول مخطوبين لبعض. انت برضه مصدق؟ صدق ايه يا جمالات؟ مصدق انه بيحبها يا ابراهيم؟ يا راجل فوق لروحك. حمزه تقول ايه يا وليه؟ عايز اقول لك ان انا مش مطمنه لجدع ده بقى، وبصريح العباره كده ده بيبص لي بعين رضيه. حرام عليك يا شيخه، ده الراجل ما بيروحش عينه من الارض طول ما قاعد معانا، اتقل ليه؟ كده؟ طيب، خليك على عماك، يسيرك تفتح. معلش يا بنتي، حقك عليا انا. دي ضربتني بالقلم يا بابا، تقول عليك بنتك تتضرب. هانت يا بنتي، كلها كام يوم وتروحي بيت جوزك وتخلص من الهم ده كله. ايوه جاي جاي جاي. صباح رابح يا بنتي، تصبح على خير يا فاطمه. هو انت من اهل يا بابا؟ فاطمه بنتي. طمني يا دكتور، ان شاء الله خير، بس ما تستعجلوش، النتيجة مش هتبان قبل أسبوع. يا رب. مش يا جماعة، زي ما قلت لكم قبل كده ده مجرد علاج أولي، يلزموا بعد كده علاج وعملية تانية. سي مصطفى. نعم يا ست جمالات. رحت المستشفى النهاردة؟ لسه جاي من هناك. وازاي فاطمة دلوقتي؟ بخير. هتخرج امتى؟ لازم تستنى يومين. بالسلامة. بقولك ايه يا درش، ممكن كلمة؟ خير. بس دي ما تنفعش على السلم. هو الأستاذ ابراهيم موجود؟ الله، انت خايف ولا ايه؟ لا اله الا الله. اتفضلي. خش افندم. اقعد. معلش مستعجل. لا
اصل انا اللي عايزاك فيه ما ينفعش على الواقف، لازم تقعد وتفتح لي مخك كويس. قعدنا. خير يا ستي جمالات؟ هو انا يجي من ورايا غير كل الخير، بس انت اللي مش عايز تفتح مخك معايا. انت الظاهر فاضيه وعاوزه تتسلي. من وجهه فاضيه انا فاضيه وعايزه اللي يشغلني. يا ستي جمالات ما صحش كده، انا سبق قلت لك ان الاستاذ ابراهيم زي والدي تمام، ده غير بقى ان انا راجل شريف. الكلام ده على ماما يا بابا. قصدك ايه يا ست جمالات؟ من شويه كان عندي واحد صاحبك. صاحبنا؟ اسمه سعيد، سعيد الخفيف، صاحبك وزميلك يا درش من ايام الشقاوة. سعيد؟ سعيد جه هنا؟ واحمد ربنا ان ابراهيم ما كانش هنا، ده لو سمع اللي اتقال احي ينصبتي ينصبتي على اللي كان هيحصل واللي كان هيجرى. هو معقول يجوزك فاطمة بعد اللي قاله المخفي سعيد ده؟ ريحي نفسك يا ست جمالات، لعلمك بقى الاستاذ ابراهيم عارف عني كل حاجة، وفاطمة كمان عارفة كل حاجة، ده انا حكيت لها تاريخ حياتي كله على البلاطة من يوم ما اتولدت. ويا ترى الاستوات في الموقف عارفين رخرين كل حاجة؟ الموقف؟ شوف انت بقى لو عرفوا ان القصة اللي مسلمينه ومستأمنينه على مالهم وحالهم كان اصله حرام. نوي كلفتي. انت عايزة مني ايه بالظبط؟ انا عايزك انت يا ولد طوعني يا مصطفى، طوعني وانت هتتهنى، وهبقى خدمتك وهجوزك فاطمة وهعمل لك كل اللي انت عايزه حالا في ذولك. يا ست جمالات بس حس بيا يا واد، ست جمالات حس بيا، انا بحبك، انا مش قادر اعيش من غيرك. يا واد ما يصحش. الحقني يا ابراهيم، دخل عليا وانا لوحدي، اتهجم عليا ولما قلت له هدوت والم الجيران قام ضربني وزقني زي ما انت شايف كده. انت انت يا مكرم يا قليل ادب يا كافر. لا 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 ما تضيعش نفسك في واحد ما يستاهلش دجاجته ولا يسوى. اطلع انت ست الهلم، اطلع بره بيتي يا اسطى ابراهيم، انت معرم عليك يا اسطى ابراهيم، بيتي وبنتي يا اسطى ابراهيم. بره كدابه وفجره كمان. لو كنت فجره كنت طوعت على هواه. الدور والبقيه بقى على اللي عايزه تتجوز واحد كان اصله حرام. حرام عليكي، كفايه بقى كفايه، من فضلك اطلعي بره اطلعي بره. طلع يا اختي ما تزقيش قوي كده. طلع من بابه. هات السجاير. كفايه يا سي ابراهيم انت تقلتها قوي. مش هتقل من المصيبه اللي انا فيها. هات المطلوب. انا يخرب بيتك وتوب عليا. درش يا ابن حبيبي يا درش، خد يا درش. تشكر عم زكي. بقول لك ايه يا مصطفى، هو لسه ابراهيم الازاز ماله؟ بقاله كام يوم محدش بيشوفه يعني. والله ما اعرف عنه حاجه. ده كلام؟ جرى ايه؟ وحصل حاجه بينكم يا ابني؟ الحقيقه مش عارف اقول لك ايه. الله، انت بتخبي عليا حاجه يا مصطفى؟ ده انا زي والدك. تعال تعال نقعد في المكتب احكي لي كل حاجه. يا ساتر، ده انت باين عليك شايل هموم تهد جبل. تعال يا بابا. مصطفى مظلوم. ما تنطقيش الاسم التاني على لسانك، ما تجيبيش سيره النكل ده. ما تقولش كده يا بابا، انا متاكده ان مصطفى مظلوم. وبعدين بقى انت عاوزه تموتيني؟ مش كفايه انا فيه، انا هعمل طول يا ناس. يا بعد الشر عليك ألف مرة سلامتك. أنت هتقعد تحقن في نفسك عشان واد صايع زي ده؟ ده أنت الضفر اللي بيطيروا المقص من رجلك يساوي مليون واحد زيه. تعال يا أخويا تعال، تعال معايا ما زعلش روحك. يلا يلا تعال. أنا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله فاطمة. لازم تكمل علاجها وتعمل العملية. الدكتور ضامن إن العملية إن شاء الله المرة دي هتنجح 100%. اتصرف ازاي يا عم زكي؟ والله يا ابني دي حاجه تحير. تسيبنيش اروح اكلمه جايز يسمع كلامي؟ ما افتكرش. الوليه مراته سبكت عليه الملعوب ومالت دماغه. الله، طب وبعدين؟ البت كده هتضيع في وسطيكم. مش بقول لك؟ لا بقى، يبقى مفيش حل غير الطريقه اللي انت قلت لي عليها. يعني انت موافق؟ ايوه. بس ازاي هتدخل البيت بعد ما طردوك منه؟ يحلها ربنا.
حصل يا بندق؟ انا عارف وزاره عيني عند عم حنفي. ايه في ايه؟ انهم مسكوا عم حنفي. حنفي؟ امك اسمها حنفي. او بس عم ابراهيم. انا جاي. مالك مستعجل قوي كده ليه؟ انت؟ مساء الخير يا ست جمالات. ايه اللي جابك؟ قلبي. ضربة في قلبك. وهون عليكي. بعد اللي عملته؟ عيل وغلط. وايه اللي حدفك؟ الشوق. من امتى؟ من اول ما شفتك. بس بصراحة انا كنت كاشش من وسط ابراهيم. وايه اللي جد في الموضوع يا بلعاد؟ اتردي لي عقلي. انا ايه اللي خليني اسيب القشطة دي واربط نفسي ببنت عامية؟ بريه 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 منك يا مصطفى. تحلف لي اصدقك؟ اشوف امورك استعجب يا مصطفى يا ابن ام مصطفى. لا انا مش هحلف. انا هخليك تشوفي بنفسك. يعني نفسي اصدق كلامك يا واد. فضحنا فيها. طب بقول لك ايه؟ تعالى معايا. لا 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 بعدين حد يطب تبقى مصيبه. اسمعي انا هسيبك على الاوضه فوق السطوح وانت تحصليني. ماشي. بس بسرعه. ماشي. انا بحبك يا مصطفى. درش يا مصطفى. يا لهوي يا مصطفى اتهلي يا مصطفى. مصطفى الحقوني الحقوني يا حبشي يا اخواتي الحقوني. مين؟ افتح يا فاطمه. انا مصطفى. عايز مني ايه؟ مش استاهل متراقب لك فوق. افتح يا فاطمه مفيش وقت بعدين هسيب لك كل حاجه. افتح يا فاطمه. يا ابويا يا اخويا يا سيدي انت وهو. عملتها لك كنا ايوه. انت يا ملات خدي خيارة مش دي خيارة. قهوة باب ايه فوق لروحك؟ بقول لك الواد خطف البنت فاطمة. بدل ما خطفتها من زمان خطفت نور عينيها الحلوين. انت اخويا هتقلبها لي من النبى ولا ايه الحكاية؟ ما تقومش شبك مصيبة في المصيبة اللي حصلت دي. هو في مصيبة أكتر من أنا فيها؟ خدي لي الكاس. فوق لروحك يا حبيبي. خدي الكاس جايز ربنا يخرب بيتك ويتوب عليا أنا. أهلا وسهلا. أهلا. اهلا. ازيك يا مصطفى يا ابني؟ يا مرحبا يا بنتي. اهلا فاطمه خطيبتي الحاجه زينب مرات عمك. ازيك يا فندم يا فاطمه؟ يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. اسم النبي حرسك وضمنك يا ارض احرسي معاليكي. اتفضلي عودي. النبي عرفت تختاري يا استاذ مصطفى. كأن الأرض اتشقت وبلعته. حتى لو بلعته بكره يقب ويظهر وساعتها ويلو مني. ما تخافيش يا فاطمة المرة دي سليمة بإذن الله. إن شاء الله ربنا هيجبر بخاطرك. في حفظ الله يا بنتي. يا رب
انت بتقصلي تاني؟ مش بعد هلك يا جدع انت، احنا مش قلنا نفضها سيره؟ دي سيره حكايتها هتطول ايه يا جمالات؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت عايز تتفرج عليا جيران؟ لا انا اقول لك، انا ست ماشيه في شارع. والله انا مش هسيبك تضحك عليا المره دي، انا خلاص عرفت الحكايه. ايوه حكايه الواد الصايع اللي خطبت له بنت جوزك علشان يبقى سين سين دخوله وخروجه. ابعد عني يا اخي، انا بكرهك ما بقاش طايقاك. جمالات جمالات، انا بحبك يا جمالات ومش ممكن حد هياخدك مني. اسمع عم اقول لك، انت هتمشي من هنا حالا دلوقتي ولا صار اكلم عليك الجيران؟ انا ما باكلش من الكلام ده، انا قادر يا جمالات. ابعد عني يا اخي، انت ايه تلقيها؟ اعوذ بالله. دلوقتي بتزقيني يا فجرة؟ ابعد عني. لا مش هتزق عني. انت جايبك ايه؟ مش هسيب. انت اتجننت يا حرامي؟ انت لسه بقيت مجنون؟ ايوه اتجننت. الحقوني حرامي، الحقوني حرامي. الله يجازي ولاد الحرام. ادي اخرة المشي البطال. قتلتها قتلتها الخاينة مكرمة قتلتها. قتل قتل مين؟ لا حول الله. ممنوع. اوعى يا بيتنا ممنوع يا عم يا بيتنا. ارتحتي وريحتي. مصطفى فاطمة شايفاك يا مصطفى. يا بنت كريم يا رب. مين؟ فاطمة؟ ممكن اعرف سيداني كبيرة كده ليه؟ تاني؟ انت فتحت يا بنتي؟ نظرك رجع لك؟ يا حبيبتي يا بنتي انا مش مصدق نفسي. يا بنت كريم يا رب. طالع عنابي عنابي صلي.